بعد ما نرجع لكرة اليد ونبقى في الأهلي، الكابتن إسلام حسن نجم كرة اليد في النادي الأهلي. كابتن إسلام، مليون مبروك التتويج بالسوبر الأفريقي. الله يبارك فيك، يعني ربنا يخليك. شكرا. فوز كبير جدا وتدعيمات حاصلة ودعم كبير وانتظار، أي نعم ما شفناش إحنا المباراة لكن كنا متابعين لحد ما جاءت النتيجة النهائية، فكلمني عن التتويج النهاردة قدام الزمالك. الحمد لله رب العالمين. اكيد احنا تعبنا، كنا محتاجين البطوله دي، وبطوله مهمه جدا تعتبر، يعني الفرق كلها بتستنى ان هي اهم بطوله في الموسم، لان هي مؤهله لكاس العالم للانديه بخلاف ان هي بطوله قاريه. فطبعا الحمد لله ربنا كرمنا، وهارد لك نادي الزمالك طبعا. سيناريو المباراة، يعني كان برضو التقدم راح للزمالك وقبل نهاية المباراة عرفتوا ترجعوا وتكسبوا، الدقايق اللي حصلت فيها الكامباك ده كلمني عنها. بص، هو السيناريو زي كل سيناريوهات ماتش الاهلي والزمالك، هو ايوه الموضوع كله ان الفرقه اللي في مباريات الاهلي والزمالك بالذات، الفرقه اللي بتغلط اقل هي اللي بتكسب. فهو الموضوع كله ان احنا الشوط الاول، في اخر الشوط الاول غلطنا كام غلطه، دي الفرقه الكبيره على طول بتستغل الغلطات دي. واحنا عارفين ان دي حاجه المفروض ان احنا الشوط الثاني كنا نركز فيها، فقدرنا ان احنا نتكلم فيها وقللنا اخطائنا. هم غلطوا الشوط الثاني، قدرنا نستغلها. نفس الموضوع، الفرق الكبيره اللي بيغلطوا قدامها اكيد الموضوع بيبقى صعب جدا. الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا الشوط الثاني ان احنا نمسك نفسنا والغلطات تقل، ان احنا نفضل تركيزنا لاخر المباراه، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله رب العالمين على النتيجه. طيب على مستوى الصفقات، كان الناس كلها مركزة مع الدور اللي ممكن يقدمه الصفقتين الجديدتين سواء البرازيلي أو القطري مع الفريق، يعني هل الدور بالفعل واضح والتأثير كان من أسباب فوز النهاردة؟ بص، انا هقول لك حاجه برضو، لان لازم الناس تبقى فاهمها. اللعب في مصر او اللعب مع الفرق المصريه، ان انت مصر دلوقتي مصنفه في العالم، الموضوع بيبقى صعب. يعني انت مش هتجيب محترف يجيب لك 10 ولا 15 جون، الموضوع مش في مصر. انت بتجيب محترف يساعدك دفاعيا، يساعدك حاجات في الهجوم. فحتى لو هو ساعد بكوره، فبالنسبه لنا ان هو ساعد، وكل لعيب في الفرقه حتى اللي على الدكه ساعد بكلمه، ساعد بكوره واحده، ساعد بدفاعه واحده، فده كلنا ساعدنا بعض الحمد لله. مش الموضوع ان احنا ما نجيبش محترف يجيب لنا الجوان كلها، لان فرقه الاهلي احنا بنشوف النواقص اللي ناقصانا، وده اللي قدرنا نستغله النهارده، ان كل واحد عمل الدور اللي عليه، وده باين في الماتش. يعني الناس اللي شافت الماتش هنا باين ان الحمد لله رب العالمين حصل الانسجام بسرعه، وربنا كرمنا بالنتيجه يعني. وانت كمان يا اسلام كلاعب كبير في وقت بيحصل فيه تدعيمات ووقت بيصعد فيه لاعبين من الشباب، اعتقد الدور هنا بيكون مؤثر قوي ومهم قوي، خصوصا قدام لقاء في لقاء زي الزمالك، يعني اللي هو دايما دربيات زي ما قلت، التفاصيل الصغيره هي اللي بتحسمها. بص، اكيد اكيد الموضوع بيبقى صعب جدا بالذات اللعيبه الكبيره في الفريق. مش هقول لك كابتن الفريق بس، للعيبه الكبيره في الفريق، ان انت تدخل محترفين في وقت قصير جدا، الموضوع بيبقى صعب قوي. فاكيد بنقعد اجتماعات كتير، والموضوع بيبقى مرهق جدا لينا، لان لعبه كره اليد لعبه تكتيكيه جدا. انت عشان توصل الشكل الخططي بتاع الفرقه مش محتاج يوم وليله، لكن ان انت تقدر ان انت توصله في الوقت القليل ده طبعا بيبقى مجهود كبير جدا وصعب جدا. مستر داني تعب معانا في الموضوع ده جدا، لان هو برضو يعني هو يعتبر محترف، لان هو جالنا فتره قليله. مظبوط. فالموضوع صعب جدا، ان احنا فرقه متكونه قريب وفي نفس الوقت جالنا محترفين في يومين، بقالهم يومين تقريبا، وحتى المدرب بقاله مش اكتر من 10 ايام. فالموضوع أيوة. كان صعب ومرهق جدا، لكن كل الفرقه كانت بتحاول تستوعب ده وتحاول تركز اكتر، ان تستوعب كل المعلومات اللي بتاخدها، وان هي توصل للمحترفين. الحمد لله، واحنا اتكلمنا مع المحترفين، انت مش محتاج، احنا مش محتاجين منك ان انت تجيب اهداف كتيره وان انت تكسبنا، لا، انت بتشتغل دورك عادي، وده هيبقى مؤثر في اي وقت، ده هيبقى مؤثر. الحمد لله رب العالمين، ومبروك لينا والشعب المصري كله، وهارد لك نادي الزمالك، نادي كبير، لعيبه كبيره جدا، المكسب الخساره ما تقللش منهم اي حاجه، هم فريق محترم، وهي الرياضه كده. صح، هي كده بكل تأكيد. متحمسين للسوبر جلوب؟ اكيد اكيد متحمسين جدا، بس احنا لسه عندنا
الكاس. احنا كويس. فتحنا النهارده والحمد لله الصفحه يعني تعتبر اتقفلت. هنبدا بكره مركز تاني لابطال الكاس، ان شاء الله نقدر نفوز بيها، وان شاء الله النهارده بطوله السوبر دي تبقى بدايه كويسه لجيل صغير، جيل محترم جدا مبشر. ان شاء الله نقدر الاول ناخد ابطال الكاس، وبعد كده ان شاء الله نفكر في السوبر جلوب اللي هي طبعا حاجه بالنسبه لنا كبيره جدا. ألف مبروك مرة تانية كابتن إسلام، ليك ولكل زمايلك وطبعا للجهاز الفني والإدارة التتويج ببطولة السوبر، وموفقين إن شاء الله في بطولة الكؤوس أنتم والزمالك، وهارد لك مرة تانية للزمالك.